ضربة مرمى وعالية وأمامية. يا ديني يا ديني، لا كده يا سامح، الله لا يسامحك يا سامح، فرجحتهم يا سامح. شريف يروح يقول لأبوه دلوقتي يا سامح، الراجل كل يوم يقول له عايزين نفرح بيك، يقول له سامح الله لا يسامحه، فرجح فرحتنا. الأحفاد الأبوبة والأمومة يا شريف، الله يخلف عليك يا غالي، لقنوا الشهادة يا سامح، الله لا يسامحك، لقنوا الشهادة. سيبوا يالا يا تسيبوا بيتحاسب يالا، سيبوه يا دمرتوه، دمرتوا حياته يالا، كان نفسه العين يبقى عنده عيال. إليه تنتعك عربية محملة زلط يا سامح، الله لا يسامحك يا سامح. عبده بينزل لأرض الملعب تغيير على السخان، وآتي انطلاقة من عبده اللي بيحب المساحات. يا ريتك ما نزلت يا عبده. ايه يا عبود، الصابون قطع نفسك يا عبدو، اتق الله في نفسك يالا، يا هتموت متكعبل يالا، ماشي تلف على بعضك كده ليه شبه العجل لسه مولود. امسك ركبك يا عبدو، ده مش منظر لاعب كورة يالا، اتق الله. ضربة حرة مباشرة على التنفيذ، همت الهمم يا همت، ان شاء الله اول الاهداف. وادي كرة عالية، امسك يا شادية، بتعمل ايه يا شادية؟ هي شطت عليك قرموط، هي رمت على بريلي قبل ما تشوطها يا شادية، دي كرة تخش جول يا شادية، قوم اعمل لنا كوبايتين شاي. وادي بداية الهجمة، يا سرحان يا سرحان، نصك التحتاني فوت يا سرحان، صابون لا صابون لا يالا. وادي كرة الأستاذ فادي مدرس العلوم جزاه الله خيرا، طالع يساند الفرقة، وكرة أمامية، وادي علاء بتطلع ليه يا أستاذ فادي؟ سايب الحصة وطالع رايح فين؟ اتق الله، كرة القدم تلعب بالرجل وتلعب بالدماغ والمصحف، والله ما نافع كده يا استاذ فادي. روح عندك بكره دروس وعندك مصالح بكره، سيب كرة القدم دي لينا احنا كمراهقين، الكلام ده مش ليك يا غالي. كرة عالية، ليه كده يا منير؟ مالك ومال ظهره يا منير؟ ليه كده يا عالمي؟ هو انت ديناصور يالا؟ من فصيلة التنانين واحنا ما نعرفش؟ طالع تنطح يالا؟ يا سواد شلال نصف داخل في ظهره بركبتك وفي الكورة بايدك، دي مش كرة قدم، افتح لك محل صابون وبريل يالا، يا ما لكش دعوة بالكرة، اتق الله. في مدافع هربان ورا، يا ترى ممكن نشوف اول اهداف؟ يا ديني النبي يا دهوتي، ده مش صداع نصفي، ده شلل كلي. كرة القدم مش دماغه يا معلم، واي حاجة مكورة وخلاص. وادي جمعة، جمعة منطلق، جمعة جمعة بيصوب، لكن الدفاع طبعا الدفاع حاضر، يا ريته ما كان حاضر، يا ريته ما حاضر. انت بتاكل سبانخ يالا؟ ده انت لو ضارب لوبيا على الصبح مش هتهطل الهطل ده يا مهيطل، يكتع. جمعة بعد ما انطلق والكرة مرت من حارس المرمى، يا سلام يا سلام، لكن الدفاع بينقذ الموقف. ده مين دي؟ ده أسامة. ليه يا أسس؟ ليه يا أسامة إلهي لم ترجع بالسلامة؟ ما تعيدوش الخرا ده تاني يا ناس، الريحة طاحت، اتق الله يا أسامة، إلهي لم ترجع بالسلامة. أسامة الكرة طلع بره في 60 نصيبة، هو جابها من كرة من الناحية اليمنى، وآتي هاني، هاني يدري النبي، يا عيني عليك يا هاني، هات أجمل الأهداف تاني. اتفرج يا عبدو، اتفرج يا عبدو على الدبل كيك، الواد بيعمل دبل كيك، وانت بتعمل لي بالانس الدلافين يالا، انت
شغلت صباح يا عبدو. انطلاقة سنة أولى حضانة، واللي حيوصل الأول هو اللي حيرضع الأول، وادي ناتح ونص. لا انت راضع ولا أنا راضع. الحاجة راحت السوق وسامح وعوض بيلعبوا وبيستعرضوا المهارات في الصالة. يا سلام، هد وهد وسدر وسدر، يا سلام يا سلام. وادي واحدة والتانية سودت لما راحت حبر. روح بات عند خالتك فادي، يالا أمك لو جات هتفتيك. وقت يهود، والله يا ابني شغل يهود، انت بتعبد العجو. يالا يا نهار اسود، ما فيهاش اي حاجة ولا الهوى عادي. وادي خالد وعيد، وعيد كتفي، ده كتفي يهودي مش كتفي قانوني. عيد لبس في الحديد يا جدعان، بتعمل ايه يا عبد الله يا سوادي يابا. وادي خالي حامد بيتصدر الركله الاولى، وادي يا سوادي الحلل اداله كشاف على العين، خلاه شاف بل في الكوره بل فين. وادي اطفال العزبه، مباراه للتاريخ النهارده، النهائي بتاع دوره الاطفال. يا دين النبي، الحمامه سلامه، الحمامه سلامه. وادي العجل نازل في التقسيمه بالعافيه، واللي حيقطع منه الكوره هينطحه وداخل. ويا سلام يا سلام، جول 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 جول، هدف باللحمه البلدي وبالموزه وبالورك. يا سلام يا سلام، حد يمسك وتطلع بره. يالا يا عاغل انت، يالا اطلع انا وانت هايب كده وعجلي قد اكنيه عليك وعلى منظرك وعلى الجزار اللي طلعك. اطلع بره يالا، يالا اطلع بره يالا. ايه اليوم اللي مليان لحمه ده يا جدعان؟ العجل متصدر الا وياخد الكوره. وادي انطلاقه في نص الملعب، وادي نعتو عليك يا راجل وعلى اليوم اللي لعبت فيه كوره يا راجل. ايه دخل بمكنه يالا، داخل بمكنه رئيس الملعب يالا. خلاص الصحه كافره للدرجه دي؟ وادي حارس هو عمل تاكلين في الخرى ولا ايه؟ بتحميه بتحميه يا دي الاستحمام ما يطلار يالا. وادي واحده وضرب الكيك يا دير النبي. هاتهم اللي باسوا يا جدعان، هاتهم اللي باسوا، العزبه كلها انطلقت. خش الزريبه، خش الزريبه. اهلا بكم اصدقائي المشاهدين. ارمي السلام يا كافر، يا كافر ارمي السلام، ارمي السلام. السلام لله يالا، السلام لله. بدايتكم خرا من اولها يالا. الفريقين مرضوش يسلموا على بعض تقريبا، في مشاكل على الفدان بتاع البرسيم اللي في اول العزبه. وادي ألعن انطلاقه في تاريخ كره القدم. وادي كوره عاليه الناحيه الثانيه، يا ساتر كوره ما فيهاش اي حاجه والتحام عادي جدا، ما فيهوش غير ضلعتين في الصدر وسنتين طاروا وورم في العين الشمال وودن انسدت. اعتقد التحام عادي جدا، وشايف الحكم جاي جري مش مستاهله، شايف ان هي مش مستاهله. ده انت تنتعوا خنجر في بطن، ده واضح كده ان هما بيلعبوا على التكسير مش على اللي يشيل. وحكم اللقاء هيبدا يوزع بطاقات حمراء، ده مليون في المية، ده نجيب صويرس، لان الدنيا كلها كروت، الدنيا كلها كروت. نجيب صويرس بيحكم اللقاء. وادي واحدة يا ساتر، نتا عروصية فلقوا اتنين، ده مش لاعب كورة ده كين. يا سلام يا سلام، وادي حارس المرمى فارجع فارجع، اداله قلم على وشه نتعه ولزقه في الارض. ده ما بقتش كرة قدم، ده دبليو دبليو اي ولا دبليو دبليو سي، المباراة اللي هتبعت فينا اصلا. وادي اللعيبة كلها بتشد وترزع والعزبة كلها، انا يا نهار اسود، دبليو دبليو جون سينا، او ماي جاد، بو عليك وعلى لعبكم، لقد افسدتم كرة القدم. وادي واحدة يا ساتر يا ساتر، ده ولا افعى بتطير وراح ناتع ولا رجل لحسوا النجيل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. واعتقد كده المباراة انتهت اكلينيكيا، والمشاكل بدأت، والجمهور كمان نزل وكله نزل بالفوس والغلقان. مش ممكن مش ممكن مش ممكن، عايزين اجوال يا كفرة. ايه دي؟ ده الماتش اشتغل تاني عادي. وادي كورة في ال 18، وفي ايه؟ المفروض ان في عرقلة وفي ركلة جزاء. حكم اللقاء، اللعيبة مش سايباه، واجري اجري، لو طالوك هيحلبوك. على التنفيذ عم شعبان، وعاد عم شعبان. يا سلام يا سلام،
يا عيني يا عيني يا عيني يا عم شعبان يا فنان يا سلام يا سلام بيسجل اول الاجوان يا عم شعبان النص التحتاني عريان بتعمل ايه يا عم شعب دار الفلقوسي مباراة في فدان البرسيم اللي في اول العزبة وادي خالد عيسوي داخل شكر نجيب عبد الباسط خربوش يا جدعان انا من رايي نطلع لنا زراعه سمك في الملعب ده على اخر المباراه هنطلع رميط وادي يا سلام يا سلام تزحلقوا على الجليد يا شباب ويا سلام على المرور يا عيني طب لو دخل دخل جول اقطع يقطع في واحد واقف في الروبه يقطع وادي واحده والثانيه ولخبطه وحارس المرمى والروبه على بعض وادي جول 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 بالطينه وبالسبخ وبالخرع على دماغك وبالزفت اول اهداف اللقاء وندم من الفريق المنافس وادي لخبطه واحده والثانيه انطح يا ابني بوص الرز يا ابني الله يخرب بيوتكم يا ابني الرز غالي يا ابني يا ابني الرز باظ يا ابني والبرسيم يالا البهايم هتاكل ايد منك الله يخرب بيوتكم وادي طبعا العزبه متلسمين وبينطلقوا يا سلام كرة في نص الملعب وادي اوفر لعبان من شعبان وادي دبل كيك يا سلام يا سلام جول 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 يا عيني عليك يا عبادي عبد الهادي جاب هدف اجمل من الزبادي يا عيني يا عيني عليك كرة ومراوغة يا سلام يا سلام يا عيني قوم يا عم شعبان قوم يا عم شعبان نايم على الارض ليه وادي طبعا فارس بيراوغ الواحد قال له بالسلامة انت روح هات علبة سجاير وانت روح هات رغيف العيش وانت كمان خليك قاعد اعمل شاي يا سلام يا سلام حارس المرمى بيرمي كرة امامية وادي عباس انت بتستخدم صابون اد ولا برسيل يالا رجلك معلش شايلاك يالا بطل دعك يالا هتموت يالا مفاصلك يالا خارج الملعب وادي العزبة كلها ملمومة وفي ايه يا جدعان في العاب نارية اجري اجري فلقس اللي بس واجري يا نهار اسود ولعت حريقة حريقة تعلم يا نهار اسود يا جدعان دي مش العاب نارية ده حرب 6 اكتوبر ده حرب 6 اكتوبر العزبة كلها تفضي البيوت وتجري يا سوادي صواريخ روسية يا جدعان صواريخ روسية في ارض الملعب يا جدعان وادي انطلاقة وادي خالد بيلعب مع محمود وانتو يا سلام يا سلام يا عيني يا عيني جول 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 ذا سبنس اوف ذا ماستر سيد التنتيش لا ده عليا النعمة دول ضربين كلها يا اما ضربين ربع برسيم ده مستحيل يكونوا بني ادمين العيال ولعت في الكورة وبيبصوا لبعض تقريبا بيخلصوا من نفسهم الذنوب اللي عملوها طول اليوم يالا يالا انت ضارب ايه على الصبح الله يخرب بيتك انت شارب كرات يالا الله يحرق قلبكم يا راجل روحي ليه تولع في رجلك انت وهو وادي مباراة في الصحراء الغربية يا سلام يا سلام جول 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 من بين الحوافر اسلام بيهاج سجل هدف كافر يا عيني عليك ويا عيني على المتعة يا سلام يا سلام مفيش اوفسايد ولا الباس يا عيني عليك وهات هزة الصمبا يا سلام يا سلام رقصوني صمبا برازيلي واسمر بهز بالجلابية صمبا يا عيني عليك هدف ملوش حل وادي زياد عنده الكرة زياد بيعلي كرة امامية في الحديد زملكاوي اقطع دراعي ما كنت زملكاوي في الحديد يبقى زملكاوش وادي خالد ودخل عليه دربالة لبس في برميل الزبالة اقلع وتعالى دربالة دربالة طبعا لبس في برميل يا ابني هو عامل تنشوب رجلي يا ابني وادي عباس يا نهار اسود زرعوا عليا النعم الواد ده هيطلع بصل من الفوتبول بتاعه هيطلع بصل من الفوتبول ده مش لعب يا ابني ده لعب كفر عليا النعمه دي حوادث يا نهار اسود زرعوا عليا النعمه زرعوا فاول وثلاث سنين حبس وادي تدخل يا حد بخش بفخاده يالا حد في الدنيا بيعمل تاكل بفخده يا هيخبطك في الحموزه هيكسرها لك يالا يا نهار اسود ده انا نص التحتاني نمل
يا تبطل كفر يا شوية يا حرام عليك هتموت كافر يالا يا في حد مدينا بخش كده نهار اسود يا جدعان ده شكلهم بيلعبوا على الشيل والرجالة كلها جاية معاك فلوس وادي سمير بيخلع اللباس ده واضح انه نازل يصطاد سمك بتعمل ايه يا سمير بتعمل ايه يا سمير العورة يا ابو سمرة العورة يا ابو سمرة انت كده بتصطاد عصافير يا سمير اخترق الغلاف الجوي بالكرة مش ممكن ركنية من الناحية اليسرى كرة الناحية التانية على القائم التاني عدل او هتنزل المصرف او هتنزل المصرف واري ضاب الكيك لورا وسد بسرية النبي اخلع الجلبية وشلع اللباس وريهم العار يا عم الناس سند الكرة بالصدر وراح واحدة والتانية ونتع الكرة يا سلام يا سلام الهدف الاول في العزبة وادي يدي زاسبنس اوف زروبا سيد الاراميط فين حكم الطينة والروبا على دماغكم دي يا جدعان في لمسة يد في بقعة الخرى على الولد ابو طينة على دماغه مش ممكن مش ممكن تكلن في المجاري يا سلام يا سلام وادي كرة سيب الكرة وتعالى يا روح امك ده انا اموت واضمك بتعمل ايه يا فريال كده هنجيب عيال مش اجوال يا فريال على المطبخ يا فريال لعن الله من ايقظ ميسي النائم بداخلك يا فريال كرة في نص الشارع وادي وقت يا معلم بخالك مطاوع جاي عيد يا معلم نزلته المصرف يا معلم لا مؤاخذة يا خال مطاوع العيد عندنا هنا مربرب بربرب كرة في نص الملعب وادي سندو فرقع فرقع اداله نتع وكشف على العين جابه على ظهره نطر له فقرتين يا سلام يا سلام الولد نزل على ظهره يا جدعان مش ممكن مش ممكن ضرب الجزاء وادي مكاوع بين مشلوط يا ابني رايح فين يا ابني الواد هو الواد ده مهندس مساحه ولا ايه كفايه يا معلم كفايه يا خال تقدم طب يا ابني اعمل ايه يعني اشد حاجه رشيش على ما توصل ما تخلص يالا وقاري تصوير مش تو عليك وعلى اليوم اللي شفتك فيه يا راجل بقالك ثلاث ايام بترجع لورا عشان تضيعها ده انت وصلت حدود ليبيا يا معلم ليه ربنا يريحني منك ايه طلعت كم متر يا غالي طلعت كم متر ليه يطلع فوق منك لودر كرة في نص الملعب يدوي يا دوحة خف من الحمام يا دوحة ما عدتش قادر يا غالي يا هفتان يا هفتان خش شوية يا هفتان خشن شوية ركبك فوتت من الحمام يا دوحة أصدقاء المشاهدين بننقل لكم مباراة بين عيلة مكاوع وعيلة صميدة على إيرات البرسيم اللي في أول العزبة ومنطلق الحاج محمود وفاتح سبرينت وجاي له الحاج صبري يا عيني يا عيني كتف حنوتي من تحت اللباس وحكم اللقاء ماتش اللعب والحاج محمود قال طب عليا الطالما أنا مكمل واحدة أسيست من أبو سماح للحاج فتوح اللي منطلق في الناحية اليسرى واحدة والتانية وشلع اللباس يا سلام بوش الصندل في البعيدة وهاتها من فدان الغلة اللي ورا الملعب يا محمد يا نصر واحدة اسيست بالسمنة البلدي من ابو سماح واذا كان عندكم كريستيانو فاحنا عندنا الحاج فتوح يانو يا عيني يا عيني يا عيني على الابداع والمهارة والخبرة توزيعها في المكان الفاضي عندي الحاج نصار وادي واحدة يا سلام يا سلام ذا سبنس اوف ذا دبل كيك يا دوب لسه راجع من الغيط وللبرسيم يا ريتني ما حشيت ولو في مكان في المنتخب يا ريت يا ريت وبعد اللي عمله الحاج نصار يا ريتني ليما وابدا ما حبيت اخلع الفانيلا وريهم عز الترهلات يا اخي ينعل الفخاد العضلات وبالرشاقة طار عالصور واللي مش عاجبه ياخد ياسر ويمن ويغور
وادي الشيخ كريم بيستعد الاولى بسم الله والثانيه بسم الله والثالثه ببر الوالدين. يا سلام يا سلام دبل كيك ببر الوالدين وعفارم عليك يا شيخ كريم. وان كان عندكم كريستيانو فاحنا عندنا الاخ كريم يانو. نسال الله ان تصطدم الكره براس برص فتؤجر عليها 100 حسنه. اعز الله بك كره القدم يا اخي في الله وجزاك الله خيرا. وادي هجمة من المطبخ لفاتن اللي بترجع كرة لأرزاء بتفوت للقادمون من الخلف. وادي أم سمير يا دين النبي يا أم سمير وقسما بالله كده كتير طيرت العصافير. يا أم سمير تعالي خدي لي كوباية عصير. وأنا اللي ضيعت عمري أتفرج على بيرس تاول عدي مجالي بواسير. دبل كيك بالشطة والليمون ده أنا جالي جنون. مش ممكن يا جدعان ده فنان ولا على حلة العدس يا تعلب. هجمة بقيادة جعورة وادي انطلاقة يا ديني. جعورة لبس في الماسورة وفلق القورة وجاله انهيار بينا يا تعلب على المطار. مش ممكن يا جدعان. كرة من اليمين اوفرلاب الناحية التانية اللي قابل وجاي من ورا لكن فين خرق فرجع فرجع اسودت لما راحت حبر. ظلمتها يا حمادي ظلمتها يا حمادي. أمن على الشمع اللي في العزبة وفي كل الدكاكين يا تعلب يا تعلب. لم الإيجار بسرعة يا تعلب.